وفي تصريح خاص لمركز الأخبار، أكدت سعادة الأستاذة لولوى صالح العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن المجلس هو ثمرة المشروع الإصلاحي الذي أرسى قواعده حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، ومسيرة عمل المجلس تترجم التقدم الذي حصلت عليه المرأة البحرينية. اليوم مثل ما قلتي تصادف 23 سنة من عمر إنشاء المجلس، والمجلس كان الكل يعلم أنه هو ثمرة من ثمرات المشروع الإصلاحي، لأن إنشاء تزامن مع بداية المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المعظم. مسيرة عمل المجلس تترجم التقدم اللي حصلت عليه المرأة البحرينية من مؤسسة نظامية، من مؤسسة رسمية، مؤسسة نوعية. بذلت هذه المؤسسة من خلال رئاسة صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة لهذه المؤسسة الكثير لتطوير مركز المرأة من الناحية القانونية، من الناحية الأسرية، من الناحية الاجتماعية، من الناحية الاقتصادية. اليوم تشوفون المرأة البحرينية متمتعة تقريبا بكامل حقوقها، وصلت إلى ما كنا نطمح له في بداية تأسيس هذه المؤسسة من تقدم ونمو، أصبحت بالفعل شريكة جديرة ببناء الدولة. كانت رؤية المجلس في بداية إنشائه أن المرأة تكون شريكة جديرة في بناء الدولة. استطاع المجلس بفضل ما تم من مبادرات وإنجازات على كل المستوى، على كل الأصعدة، بالتعاون مع الوزارات، بالتعاون مع الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، أنه يحقق ما كان يربو له من تحقيق الرؤية وتحقيق الرسالة اللي سعى إلى تطبيقها بكل احترافية وبكل موضوعية. المرأة في البحرين وصلت لحالة من تجاوزت فيه مرحلة التمكين في معظم أو في أغلب المجالات اللي تم رصدها في الاستراتيجية الوطنية اللي صاحب الجلالة الملك المعظم اعتمدها، وكان هذا الاعتماد لأول مرة على مستوى العالم، ليس على مستوى الدول الخليجية ولا على مستوى الدول العربية، وإنما على مستوى العالم، أنها تعتمد استراتيجية تمكين المرأة من قبل رأس الدولة وصاحب الجلالة الملك المعظم. ما يتميز باحتفالنا اليوم هو تزامنه مع احتفالات الوطنية لمملكة البحرين باليوبيل الفضي اللي تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم. فكل التهاني والتبركات إلى سيدة البحرين الأولى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، على تولي بدايات هذا العمل المؤسسي وقيادة العمل النسائي في البحرين. وما يتميز به المجلس الأعلى للمرأة من تبعية مباشرة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ورئاسته من قبل صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك، واختصاصها النوعي الذي حقق الكثير من النجاحات والمكتسبات الهامة للمرأة البحرينية في ترجمة حقيقية وواقعية لمنطلقات ومفردات المشروع الوطني الشامل الذي أطلقه عاهل البلاد المعظم. وقد تشرفنا بأن نكون من المؤسسين لهذا الصرح الذي نراه اليوم صرحا وطنيا شامخا يحظى بدعم ملكي ومؤازرة دؤوبة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظ الله، مجددين العهد بمواصلة العمل بكل جد ومسؤولية بخدمة البحرين. أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة الذكرى 23 لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم الفضي لجلالة الملك المعظم. هذه المناسبة سعيدة على كل امرأة بحرينية، وأنا سعيدة أن كنت من المؤسسين لهذه المؤسسة التي لها كثير من الإنجازات والنجاحات تنتظرها كل امرأة بحرينية. هذه المناسبة سعيدة على قلوبنا كلنا، ويسعدني أن أنا أتقدم بالتهنئة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة. تأسيس المجلس الأعلى للمرأة من 23 سنة مسيرة نجاح، ويسعدني كثيرا أن أنا أكون ضمن فريق المجلس الأعلى للمرأة. يسعدني كثيرا أن إحنا قدمنا الكثير للمرأة البحرينية والأسرة البحرينية. هذه إن شاء الله
بدايات، وإن شاء الله إحنا متأملين إن شاء الله نقدم الأكثر والأكثر للمرأة البحرينية خلال السنوات القادمة. أود أعبر عن اعتزازي عن هذه المناسبة السعيدة علينا جميعا كموظفين بالمجلس الأعلى للمرأة، وأود أعبر اعتزازي أيضا كعضو كرئيس لجنة الشباب التي تعتبر أول لجنة نوعية لمجلس نوعي بشؤون المرأة، التي جاء تنفيذا لتوجيهات صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظه الله. أبارك لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله على الذكرى 23 على إنشاء المجلس الأعلى للمرأة، وكلنا فخر واعتزاز بأنكم من الموظفين المؤسسين والعاملين في بداية إنشاء المجلس، وفخورين بما تحقق من إنجاز ونجاح للمرأة البحرينية. أرفع أسماء آيات التهاني والتبركات لمقام صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة الذكرى 23 لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة، ودائما سموها حريصة منذ 23 عاما على تذليل الصعوبات وتجاوز التحديات، وهذا لمسناه من إنجازات في السنوات الماضية للمرأة البحرينية.